مع مضيفكم الأستاذ إسماعيل الناظر في جولة بين الكتب. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها السادة، أسعد الله مساءكم ومرحبا بكم. في عام 1908 أصدر لويس معلور قاموسا عربيا اسمه المنجد، فكان عمله هذا خدمة للغة العربية، لأن رجال ذلك الجيل وطلاب المدارس كانوا في مسيس الحاجة إلى قاموس عربي سهل مختصر، كما هو الحال في اللغات الحية الأخرى. وكان صاحب المنجد كان موفقا كل التوفيق، فبيعت جميع النسخ في وقت قصير من صدور الكتاب، وأخذت الطبعات تتوالى. ففكر صاحب المنجد بإضافة فضل آخر إلى أفضاله، ويد بيضاء أخرى إلى أيديه، فجمع طائفة من أمثال العرب وألحقها بالطبعة الخامسة من المنجد. ولقد استعان صاحب المنجد بالقواميس العربية الشهيرة التي صدرت قبل قرون من الزمن، وأولها معجم الخليل ابن أحمد المسمى معجم العين، لأنه مرتب حسب مخارج الحروف، فمن الحروف التي تخرج من الحلق واللها أول هذه الحروف العين، وقد ابتدأ المعجم بحرف العين. ومن المؤلفين القدامى الأصمعي الذي توفي في عام 828 للميلاد، والذي ألف كتاب الإبل وغيره من الكتب. ومنهم أبو منصور المتوفى في عام 980، والذي وضع كتاب التهذيب أو المهذب، وأبو نصر إسماعيل الجوهري الفارابي المتوفى في عام 1000 حوالي 1000 للميلاد، والذي وضع كتاب الصحاح، وأبو الحسن علي ابن إسماعيل المعروف بابن سيدو، والمتوفى في العام 1066 للميلاد، والذي وضع كتاب المحكم. ومنهم أيضا رضي الدين الحسن المتوفى في عام 1262، والذي وضع كتاب العباب الزاخر، وابن منظور المتوفى في عام 1311 الذي وضع لسان العرب، ثم الفيروز بادي المتوفى في عام 1414 والذي وضع القاموس المشهور القاموس المحيط، ثم محب الدين الزبيدي المتوفى في عام 1791 الذي وضع تاج العروس. ويسرنا أيها السادة أن نجول معكم هذه الليلة مع المثل العربي. لقد اشتمل المثل العربي على الخيريات والشريات. الخيريات هي تلك الأمثال التي تبتدئ بكلمة خير بمعنى أفضل، كلمة خير بمعنى أفضل، فلكل حالة أو كل أمر
تكون فيها خيرا من أو أفضل من الحالات أو الظروف الأخرى. من الخيريات في المثل العربي خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها، خير الأمور ما تحمد عقبه، خير الأمور ما تحمد عقبه، خير الأمور ما أسعدك في داريك، خير الأمور ما أسعدك في داريك، وخير الخلال حفظ اللسان، حفظ اللسان، وخير الكلام ما قل ودل، وخير العلم ما حضرك، وخير العفو عند المقدرة، وخير أهلك ما كفاك، وخير سلاحك ما وقاك، وخير الأصحاب ما دلك على الخير، وخير المال ما نفع، وخير الوعظ ما ردع، إلى آخره. والشريات في المثل العربي، الشريات في المثل العربي هي تلك الأمثال التي تبتدئ بكلمة شر بمعنى أسوأ، شر بمعنى أسوأ، وهي عكس أفضل طبعا. فللأمور حالات تكون فيها أسوأ من حالات أخرى، كما أن لها حالات هي خير أو أفضل من حالات أخرى. ومن هذه الشريات قول العرب: شر الناس من يتقيه الناس، شر الناس من يتقيه الناس، شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، وشر الناس من داراه الناس لشره، وشر المصائب أو شر الشدائد ما يضحك، وشر الرأي الدبري أي الذي يأتي بعد أوانه، وشر من الشر فاعله. ومنه قول أبي الطيب المتنبي: شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما كسب الإنسان ما يصنع. وما من صفة جميلة أو صفة رذيلة إلا وقد وجد العرب لها مثلا أو أكثر يصورها ويقرنها بها. وربما ارتكز المثل على رجل بز الآخرين أو زاد عنهم في تلك الصفة، أو حيوان كانت تلك الصفة متميزة فيه أكثر من غيره، أو حادثة تصلح مثلا لجميع الحوادث التي تشبهها من حيث الظروف. فمن الصفات التي جعل العرب لها أمثلة العزة والجرأة والكرم والسماحة والفصاحة وغيرها. وللعزة معنيان: أولهما المنع، وثانيهما كون الشيء نادر الوجود. وقد قالت العرب: أعز من الزباء، أعز من الزباء، نسبة إلى الزباء ملكة الحيرة التي اشتهرت بالعزة والمنعة. وقالت: أعز من كليب وائل، لأن وائل ابن ربيعة كان سيد قومه، وكان يمنع المرعى من يشاء بأن يضع كلبه الصغير أو كليبه فيه. وقد اشتهر وائل بذلك حتى أصبح يدعى كليبا أيضا. وضرب مثلا بالعزة من الحيوان الأسد والعقاب، فقيل: أعز من أنف الأسد، وأعز من عقاب الجو، وأيضا بيض الأنوق وهي نوع من الرخمة، والأبلق العقوق، الأبلق العقوق أي الجواد الذكر الحامل، وهذا مستحيل طبعا. وأيضا الغراب الأعصم، الغراب الأعصم أي الغراب الذي له رجل بيضاء، وهذا يكاد يكون مستحيلا أيضا. وعكس العز والمنع الذل والخضوع، وقد ضربت العرب لذلك أمثلة عديدة اتخذت أساسا لها الحيوان والأشياء الأخرى. فقد قيل: أذل من بيضة النعام، لأن النعام قد يضع بيضه في مكان
ويهجره دون أن يعود إليه أبدا. وقيل أيضا أذل من النقد، أذل من النقد لأن النقد نوع من الغنم كان موجودا في منطقة البحرين وكان قبيح المنظر قصير الأرجل. وقيل أذل من النعل لأن الناس يطؤون به كل شيء. وقيل أذل من البساط ولأنه موطئ قدم لكل إنسان. أما الكرم فلم يترك حاتم فيه مجالا لصائل ينافسه، فضربت العرب بحاتب المثل في الكرم كما بز قس ابن ساعدة الإيادي بز الناس بالفصاحة فقالت العرب أفصحوا أو أبلغوا من قس، أفصحوا أو أبلغوا من قس. وقس بن ساعدة هو أول في مقيل أول من ابتدأ خطابه بقوله أما بعد، وأول من قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وقد استخدم العرب للتدليل على الحذر من الحيوان استخدموا كلا من الغراب والذئب وطائر القرلة، طائر القرلة، فقيل أحذر من غراب وأحذر من ذئب وأحذر من قرلة، أحذر من قرلة. وطائر القرلة هذا طائر مائي، من خصائصه أنه يطير فوق الماء وهو مفتح إحدى عينيه للنظر بها إلى السمك، ومفتح العين الأخرى باتجاه الجو، فإذا أبصر سمكة انقض عليها وهي تحت الماء، وإذا أبصر طيرا جارحا ولا هاربا. وأما الصفاء والنقاوة، الصفاء والنقاوة، فقد اختار العرب لها أشياء كعين الديك، عين الديك، وعسل النحل، النحل، ودمعة العين، وراحة اليد، فقيل أصفى من عين الديك وأصفى من جنى النحل، أصفى من جنى النحل. وقيل أيضا أصفى من الدمع. وقيل أنقى من راحة اليد وأنقى من مرآة الغريبة، أنقى من مرآة الغريبة. وسبب هذا المثل الأخير طريف، إذ اعتقد العرب أن المرأة التي تتزوج في غير أهلها تحتاج إلى مرآة هي غاية في الدقة والنقاوة حتى تستطيع أن ترى كل عيوبها قبل أن يراها أهل زوجها. وضرب العرب بالحيوان أمثلة على الجرأة والجبن. من أمثلة الجرأة قول العرب أجرأ من أسامة، أجرأ من أسامة، وأسامة هو اسم من أسماء الأسد، وأجرأ من ليث بخفان، وخفان هو اسم لأجمة، وكانت هذه الأجمة أو الغابة مشهورة بالأسود. وقيل أيضا أجرأ من ذباب، أجرأ من ذباب، لأن من جرأة الذباب وقوفه على أنف الأسد، وجرأة الذباب هذه نوع من الطيش طبعا. أما الجبن فلعل أشهر ما ضرب به المثل من الحيوان طائران، أولهما النعام والآخر طائر صغير اسمه صاف. فالنعامة تجفل من الصوت أو الحركة وتهرب ولا تعود إلى المكان الذي تفزع منه. وأما صافر فهو طائر صغير بلغ به الخوف أنه يلجأ إلى غصن شجرة فيتعلق برجله ويدلي رأسه إلى أسفل ويظل طيلة ليله يصفر حتى لا تأخذه سنة من نوم وحتى لا يقبض عليه أحد. ومن الخصال غير الحميدة التي ضرب لها العرب مثلا البخيل، فقيل أبخل من مادر، أبخل من مادر، ومعنى مادر الرجل الذي يخلط ماء الحوض بالطين حتى لا ينتفع به الناس أو الحيوان. ومادر هذا رجل من بني هلال كان يكره أن يعطي الناس شيئا وإن كان به غنى عن ذلك الشيء.
قدم مادر يوما بإبله فأوردها فشربت حتى رويت، وبقي في الحوض شيء من الماء، فخاف مادر أن يأتي بعده من يروي إبله، فسلح في الحوض وخلط ما تبقى من ماء الحوض بالطين، فضرب به العرب المثل في شدة البخل. وقريب من البخل شدة الجوع والنهم، الجوع والنهم. وقد جعل العرب الحيوان مثلا على ذلك، فقالوا: أجوع من كلبة حومل، أجوع من كلبة حومل. وقيل أيضا: أجوع من دؤالة، أجوع من دؤالة. وقيل: أجوع من قراد، أجوع من قراد. أما كلبة حومل، كلبة حومل فكانت لامرأة اسمها حومل، كان اسم المرأة حومل، وكانت حومل تحرم كلبتها الطعام، فاشتد الجوع بالكلبة يوما فأكلت ذئبها. وأما ذؤالة فهو من أسماء الذئب، من أسماء الذئب. وقد عرفت العرب في الذئب صفة النهم، لأنه يلتهم ما يقع عليه من لحم أو عظم، فهو يستطيع أن يذيب العظم في جوفه. وأما القراد، القراد فهو ذلك الحيوان الطفيلي الصغير الذي يبلغ من نهمه أنه ينام تارة على بطنه وتارة على ظهره حتى لا يأكل شيئا، فإذا شم رائحة الإبل من بعيد سعى نحوها. ومن الخصال غير الحميدة في الناس الحمق، الحمق وهو سرعة الغضب والجهل. وقد ضربت العرب أمثلة على الحمق رجالا ونساء لهم حماقات مشهورة، وأول هؤلاء هبنقة، فقيل أحمق من هبنقة. وهبنقة هذا رجل من بني قيس ابن ثعلبة، رجل من بني قيس ابن ثعلبة، وقد وضع في عنقه يوما قلادة حتى لا يفقد نفسه، فانتبه أحدهم إلى ما فعله هبنقة فأخذ قلادته ولبسها، فقال هبنقة للرجل الآخر: أنت أنا فمن أنا؟ وخرج هبنقة يوما إلى المرعى فترك الغنم السمينة ترعى، وحبس الغنم المهازيل عن المرعى وقال: لا أصلح ما أفسده الله ولا أفسد ما أصلحه الله. ومثل المثل الآخر على الحمق شرمبس، شرمبس. ومن حمق شرمبس هذا أنه دفن مبلغا من المال في موضع وجعل علامة الموضع سحابة، وطبعا تقشعت السحابة وضاع المال. وثالث الحمقى رجل يدعى عجل، عجل. وقد بلغ من حمق عجل أنه فقأ عين جواده حتى يتمكن من تسميته بالأعور. ومن الحمقى من النساء دغة، دغة. ودغة هذه شقت رأس ابنها وأخرجت دماغه حتى تريحه من الألم. وضرب مثلا بالحمق أناس آخرون، منهم ناطح الصخر، ناطح الصخر، والقابض على الماء، وماضغ الماء، ولاطم الأرض بخديه، لاطم الأرض بخديه. وقريب من النهم، قريب من النهم في الحيوان النهم المجازي في أمور، منها في أمور مثل السوس والراحة والنار. فالسوس ينخر الخشب حتى لا يبقي منه شيئا، والراحة تطحن كل ما رميت فيها، والنار تلتهم كل ما تصل إليه. ولذا فقد قالت العرب: آكلوا من السوس، وآكلوا من الراحة، وآكلوا من النار. وقالت العرب أيضا ولنفس السبب: آكلوا من ضرس، آكلوا من ضرس. والرجل الجشع، الرجل الجشع الذي يعطى فلا يقنع ويظل يطمع بالمزيد، هو رجل بارد، بارد. وممن ضرب به العرب المثل
في ذلك رجل يدعى فلحس، يدعى فلحس، فقيل أبرد من فلحس. وكان هذا رجلا من شيبان، وكان دائما من المتخلفين عن الطعان والكر والفرق. فإذا جال القوم وصالوا ونالوا الغنائم، تقدم فلحس ليحصل على نصيبه من الغنائم والأسلام. فإذا أعطي فلحس سهما لنفسه، طلب سهما لزوجته، وإذا أعطي سهما لزوجته، طلب سهما لجواده، وهكذا. وطبعا من الأمثال التي ولدت مع قصة ما عدد كبير، ومنها المثل القائل: وعند جهينة الخبر اليقين، وعند جهينة الخبر اليقين. فقد روي أن رجلا فتاكا، رجلا فتاكا اسمه الحسين، الحسين، اصطحب يوما رجلا فتاكا من جهينة، أو اسمه جهينة. وبعد أن غاب الرجلان قتل جهينة الحسين، قتل الحسين، فقامت امرأة الحسين تسأل الناس عن زوجها الذي غاب فلم يعرف عنه شيء. وما كان يعلم بسر الحسين المغدور إلا جهينة الذي قتله. فقال جهينة في نفسه، قال: تسائل عن جهينة كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين. وذهب قوله هذا مثلا. بهذا أيها السادة تنتهي جولتنا معكم لهذا المساء، نرجو أن نلتقي بكم في جولة أخرى إن شاء الله، ونشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.